وفينا بقينا الأخير من العراق، حيث استقبل العراق عيد الأضحى المبارك بشكل مختلف هذا العام، كونه يتزامن مع انتصارات القوات العراقية على داعش الإرهابية واستعادة محافظة نينوى بالكامل، الأمر الذي زاد من مظاهر الفرح والابتهاج. الزميل تحسين طه ينقل لنا ذلك من بغداد. العيد بعيدين في العراق، الأول تحرير محافظة نينوى بالكامل من سيطرة داعش الإرهابية، والثاني هو الأضحى المبارك الذي استقبله الجميع بأجواء إيمانية ملؤها الفرح والتآخي بين المؤمنين الذين نحروا الأضاحي وأقاموا الصلوات متمنين أن يعاد العيد على البلاد بمزيد من الاستقرار والازدهار. أتمنى نعمة الأمان، هذه النعمة التي يعني وإن كانت الآن هي موجودة بشكل يعني 99% كما أقول، ولكن توجد هناك بعض الثغرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جنودنا المرابطين. أهنئ القوات الأمنية بتحرير الموصل من دلس داعش، ولولا القوات الأمنية لما دام هذا الفرح والعوائل متونسة وموجودة. ووسط إجراءات أمنية مشددة، توافدت العوائل العراقية على مدن الملاهي والمتنزهات العامة التي تشهد احتفالات واسعة كجزء من العادات الخاصة بأجواء العيد التي عادت وبتزايد نتيجة التحسن الأمني. والله إن شاء الله خير ورحمن وبركة وأمان، وخلصنا من داعش، احنا من الأنبار وجينا نتونس وفرحانين الحمد لله، ويجعله إن شاء الله إيمان ورحمن على كل العراقيين، وإن شاء الله عيد وحدي وخلصنا منه الشر عنا إن شاء الله. احنا تهجرنا من مناطقنا، جينا لبغداد هنا، واتمنى من الحشد الشعبي ان يحرر لنا مناطقنا نرجع اليها بخير وسلام. ورغم تردي الواقع الاقتصادي والضائقه الماليه التي تسيطر على البلاد منذ سنوات، الا ان ذلك لم يمنع من انتعاش الاسواق المحليه باقبال المواطنين على شراء التجهيزات الجديده والمشاركه بالاحتفالات ابتهاجا بعيد الاضحى المبارك. إذن امتزجت أفراح وأعياد العراقيين معا هذا العام، على أمل أن تكلل بعودة النازحين إلى ديارهم وتحرير جميع الأراضي العراقية لتكتمل الأفراح. تحسين طه، قناة CGTN العربية، بغداد.